يسعد صباحكم عن جديد. الرشوة هي كلمة بنسمعها طول لنبرر أي فعل ممكن يكون مخالف للقوانين يلي فينا نحن بنعمله، ويكون حل كتير من العراقيل، لكن كيف نظر القانون السوري لهذا الموضوع وكيف عاقب عليه وشو هي الثغرات القانونية اللي يمكن استغلالها بهذا القانون؟ كل هاي التفاصيل رح يخبرنا عنها ورح نحكي فيها أكثر مع المحامي الأستاذ منيب هائل يوسفي. سعد صباحك يا أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. صباحك يا سينو، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ ورد، اشتقنا لك. بتشتاق لك العافية. الله يخليك. وصباح الخير لكل المشاهدي ومتابعي قناة سماء الفضائية. عم نحكي بموضوع ثقافة مجتمع صارت، ما بعرف صحيح. بأي تعبير رح أعبر عنه غير هيك للأسف، وزادت بالأزمة السورية صحيح. لأنه الشيء بتمشي، كل شيء له تسعيره. هذا الكلام اللي تفضل فيه تحت الهواء كنا عم نحكي فيه. كل شيء له تسعيره وكل شيء معروف قديش، وكل حدا له مفاتيح لازم توصل للمفتاح لحتى يوصلك للراس الكبير لتوصل له الرشوه، لانه هن لهم برستيج كمان للرشوه. ما فيك ترشي انت هيك مباشره. طبعا انه الرشوه توصل بسلم للرشوه. الرشوه حتى وصلت وتغلفت باسماء وعناوين براقه وانيقه، هي اكراميه، هي هديه، فنجان قهوه، فنجان قهوه، فانواعها واشكالها ومطارحها. طيب بالقانون السوري كيف عرف القانون السوري مصطلح او كلمه الرشوه؟ طبعا مثل ما تفضلت استاذ ورد، الرشوه هو مصطلح. قبل ما انتقل لموضوع التعريف القانوني والاكاديمي، هو مصطلح تعرف عليه بين الناس، هو التعامل من تحت الطاوله بين شخص له مصلحه لشخص اخر موظف حكومي تحت الطاولة، بيعطي لقاء أنه يقوم بعمل أو يمتنع عن العمل أو يؤخر عمل أو يهمله، لقاء وحدة بوحدة. طبعا هذا التعامل اللي وهو يشكل شكل من أشكال الفساد والرشوة من الجرائم اللي عاقب عليها القانون، الجرائم اللي تعتبر من جرائم الفساد، الرشوة، صرف النفوذ، الإساءة لاستعمال الوظيفة، كلها هي تحت عنوان الرشوة. واللي الرشوة فعلا صارت مثل ما تفضلت وباء العصر، وأحد الصحفيات شبهت الرشوة بالعهر. التعبير القانوني، القانون طبعا ما عرف الرشوة بشكل واضح ودقيق، وإنما اتطرق عليها كعقوبات، وهي دائما بتصيب مطرحها الموظف العام أو الشخص الذي يشغل أو يكلف بمهمة رسمية. إذا بدي استعمل التعبير القانوني اللي نذكر فيه قانون العقوبات، قانون العقوبات أفرد للرشوة مواد من 340، طبعا هذا حديث أكاديمي بهم الشريحة الناس بس، ولكن راح أتطرق عليه المتخصصين. قانون العقوبات أفرد عقوبات للرشوة من المادة 340 للمادة 346. الرشوة بيقول لك كل تصيب دائما الموظف العام، والموظف العام اللي هو من يعمل بالسلك الإداري والسلك القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية، وكل فرد أو مستخدم في الدولة أو الجهة العامة. أوكي. طيب هون في المادة اللي إجت بعد المنا بيقول لك كل موظف وكل شخص، كل موظف وكل شخص يشغل منصب عام، منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وكل امرأ كلف بمهمة رسمية كالخبير، كالصنديق، أو مثلاً نحن حطينا أي كشف عن مناقصة أو مزايدة، كل في مهمة رسمية، ولم أو أتى بفعل مشروع، لقاء فعل مشروع، لقاء منفعة مادية أو وعد بها، يعاقب بالأشغال الشاقة، يعاقب عفواً، هون هي العقوبة، هون يعاقب بالحبس من شهر لثلاث شهور. هون والغرامة لا تنقص عن ضعفة قيمة ما رح ياخذ أو اللي حصل عليه. يعني لازم يتم إثبات المبلغ اللي تقاضى لحتى يتم دفع الضعفين اللي بده يعمل. هلا هون القانون قال أقل شيء الحد، ترك الباب مفتوح، قد تكون العقوبة أكثر من هيك بالنسبة للغرامة. تمام. يعني هون أخذنا تعريف شامل وحطينا إيدنا على المواد بالقانون السوري اللي بتحكي عن موضوع الرشوة. طيب أنا شو بحتاج لأثبت إنه فلان مرتشي؟ يعني في بعض الدعاوى أو عفواً بعض الجرائم لا تثبت إلا إذا أنا رحت رفعت دعوة. الرشوة كمان بحاجة إنه أنا كشخص مواطن لازم روح أرفع دعوة على فلان موظف إنه مرتشي، ما في جهة رقابية شايفته إنه هذا مرتشي. عادةً بيشبهوا أحياناً الرشوة كالزنا، يعني إثباته كتير صعب، لا يتم إثباته إلا بحضور شهود. أوكي. والقانون السوري عاقب الراشي وعاقب المرتشي، ولكن أعفى
أعفى الراشي، أعفى الراشي في حال اعترف بهالجرم أو أباح فيه قبل السلطات الممنوحة بهذا الشيء أو قبل إحالة القضية للمحكمة. المرتشي مع عفى من العقوبة. وفرق القانون ما بين الفعل إذا تم والفعل في حالة الشروع أو المحاولة فيه. هي أحد أهم البنود اللي تعرض لها قانون العقوبات. طيب في ممكن يقدر أي شخص أنه يشتكي على فلان، كيف بده يتم إثبات هذا الشيء؟ أنا على أي أساس؟ أي وسائل إثبات؟ قد تكون مثلاً يعني أحياناً الجهة اللي بدها تقوم بالتحقيق قد تكون جهة بالأخير في جهة رقابية، جهة إدارية، تستعين هذه الجهة الإدارية بوسائل إثبات، قد يكون عم يصورها على الموبايل. هل بيتم الأخذ فيها؟ ممكن وسيلة من وسائل الإثبات، قد يتم عن طريق الشهود. يعني أي وسيلة من هالوسائل هي. أنا مثل ما قلت لك في بداية حديثي الرشوة تماما مثل الزنا، صعب إثباته بين اثنين ولكن أحيانا كمان يستدل على الرشوة من خلال نتائجها، موظف قام بفعل مخالف للقانون ومخالف بشكل صريح. يستنتج عنه أنه هذا الزلمة مرتشي. شلون أنت بتشتغل هالشغلة هي وخلاف هالقانون، او انت شلون بتاخر هذا الشيء وانت مفروض فيك تعملها. حتى احيانا القانون العقوبات عاقب حتى على الفعل، الموظف عمل بواجبه، هذا بيسموه اجر غير واجب، اجر غير واجب. انت عم تشتغل بشغلك وهذا الشيء منهي مفروض فيك انت لازم تشتغله، مجرد انك انت اخذت مصاري او ارتشيت جرم يعاقب عليه. حتى صار للاسف الشديد الرشوه صارت مثل التكليف الضريبي، مثل ما تفضلتي تحت الهواء انسينو انه هذا تسعيرته معروفه، هذا لازم ياخذ هيك، وهذا الشيء يعني أسوأ ما يوصل فيه الوضع. طيب نحن ما فينا نلوم، ما بعرف اذا كلامي رح يكون مقبول للناس كلها ولحضرتك ولا لا، اتفضل. انا بدي احكي مثل ما عم نعيش نحن بواقع. طبعا نحن ما فينا نخفي، ما فينا نلوم الموظف اللي هلا بعد الزياده صار سقف راتبه خليني اقول 50-60 ألف، قديش اللي عنده اجار بيت بهذيك الحسبه اللي بيخلص راتبه. استاذ ورد، استاذ ورد بس انه خليني وين بده يعيش هذا الزلمه؟ استاذ ورد، الرشوه ما هي عذر صحيح لضقاله الراتب. ضئيل الراتب بيقدر يبحث عن اسباب اكثر حلالا غير موضوع الرشوه، او لا يستغل المنصب او الوظيفه التي يشغلها من خلال الرشوه. والله الراتب قليل ما بكفي، اما يعني عندك اسباب كسب الحلال غير الرشوه. صحيح. فهي عذر غير مقبول، قد تكون الرشوه سبب او بالاحرى احد الاسباب، ولكن ما هي السبب الرئيسي؟ احيانا بتلاقي واحد موظف راتبه ب 300 ألف 400 ألف ليره ومع ذلك يرتشي. فبالتالي الرشوه هي ما في موظف هي ضعف بالحكومة السورية راتبه فوق ال 100 ألف ليره. ما بدنا نحكي استاذ ورد، انت بتعرف ما بنذكر اسماء. لا في طبعا مع التعويضات مع في الرشوه، يعني سببها ضعف الوازع الاخلاقي فقط. هي طبعا احد الاسباب للرشوه هو ضعف الوازع الاخلاقي. طيب ضعف الراتب قلته ما يعني قلت لك مثل ما قلت لك سبب من اسباب الرشوه، ولكن ما هي سبب رئيسي. وما فينا نعتبره عذر شو من كان العذر لحتى يتم الرشوه بغض النظر. لو كان في عذر كان افرض قانون العقوبات اسباب مخففه لهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي عن الثغرات الموجوده بالقانون بهذا الخصوص. هل عم يتم الاجراءات الكامله وقت اللي بيتم اثبات شخص انه هو مرتشي؟ هل عم يتم كامل الاجراءات فيه؟ عم ياخذ العقوبة اللازمة ولا لا؟ دائما نشوف في ثغرة ممكن انه انا كان بدي انه يوصل لهي المرحلة او ياخذ هي العقوبة، لا بس هو ما اخذها، كان تم التخفيف عنها او ممكن انحلت بالغرامة اللي حضرتك ذكرتها. الاسباب او الثغرات كبيرة، وعناوين الرشوة عناوين فضفاضة واسعة. قد تأخذ مفهوم الهدية، احيانا الرشوة قد تكون عم تحت غطاء لعملية بيع وشراء. بتلاقي مثلا اخي انا عاجبني هذا البيت، انا بدي اشتري بهذا الرقم، سعر البيت غير القيمه اللي اشترى فيها. صحيح. فبالتالي ما فينك تضبطي هذول اساليب الرشوه. لا تضبط الاساليب، اساليب متنوعه ومتطوره وتتطور مع وسائل الحياه. طب والمرتشي وقت اللي بيكون قال انه تمت مثلا نفرض ارتفعت في صار في دعوة بهذا الموضوع، يلا شو قيمه هالغرامه؟ هل قد ايه يلا بدفع ومشي الحال؟ لا على القانون ما في قيمه غرامه. لنفرض ارتشى مليون ليره، فالغرامه على حسب الفعل المرتكب مينيموم مليونين. الحد مثل ما تفضلت استاذ الحد الادنى ضعفي القيمه اللي هو ارتشى فيها، ضعفيها.
هذا الحد الأدنى. القاضي ممكن يرفع الغرامة أكثر من هيك. القانون ضعفين. القانون حدد الحد الأدنى، بيقول لك لا تنقص ولا تقل عن ضعفين أو ثلاث أضعاف مثلا. تمام. إذا كانت رشوة جنائية لا تقل عن ثلاث أضعاف. طيب في حال نحن في اكس من الناس موظف بمرتبه مرموقه معينه او غير مرموقه، وكل المراتب بالحكومه مرموقه اكيد، من اصغر موظف لاكبر موظف، في حال اثير شبهات انه هذا مرتشي، الجهات المعنيه كيف تتصرف؟ بتحجز امواله، بتحيله للقضاء، بتحجر عليه، شو بيصير؟ هلا في حال ضبط بجرم مشهود، خلينا نحكي في جرم رشوه او من خلال تحقيقات قامت فيها مثلا نقول الجهه التفتيشيه او الرقابه، كل مؤسسه من المؤسسات الحكوميه في جهاز اسمه الرقابه، الجهاز المركزي قبل الجهاز المركزي في الرقابه الداخليه، مديريه الرقابه الداخليه بتتحقق بتستجوي اذا تبين له انه فعلا الموضوع فيه رشوه، واذا كان حاميها هو المرتشي كمان هذول تبع الرقابه. فهون مثل ما تفضلت احيانا طبعا الراشي بتلاقي اللي رئيسه بين الرئيس والمرؤوس كلياتهم عاملين مثل ما تفضلت شبكه. طبعا هون عم نحكي بالاسلوب الكلاسيكي، صار في ضبط شبكه من الفاسدين والمرتشين، يحال الموضوع الى الرقابه المركزيه، الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش التي بدورها تحيل الموضوع بعد استكمال التحقيقات كلياتها للقضاء. القضاء بيحرك الدعوه على حسب الفعل المرتكب، رشوه جنائيه لا رشوه جنحيه، على حسب حسب شو الفائده اللي تحققت من وراء الرشوه. تماما. طيب. بعدين بيتم العقاب على هذا الموضوع، بيتحول بيتحرك على ادعاء، يحول الى قاضي تحقيق، يحقق معه، بيتوسع بالتحقيق بعدين تماما مثل ما تفضل. طيب حضرتك ذكرت ممكن بالبدايه انه يكون في مؤبد، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ مثل عقوبه المؤبد؟ لا، هي الحد الاقصى في العقوبه الرشوه الجنائيه، الاشغال الشاق، اذا كانت رشوه جنائيه لموظف امتنع عن قيام بفعل او اهمل فعل او فعل غير داخل في اختصاصه، يعني فالعقوبه اشغال شاق 5 سنوات. طيب هون في سؤال مهم جدا، انا الرشوه بتعريفها شملت الموظف في القطاع العام، الموظف الحكومي، في رشوه لقطاع خاص ولا لا؟ ما القانون ما نظر لهالموضوع، يعني في مؤسسات خاصه تشتغل بالوكاله على المؤسسات العامه او متعاقده معها او اخذه استثمار منشاه معينه. هلا فانا هلا اذا رحت وبدي عقد مع هاي المنشاه، اذا كان في عمل مشترك، قطاع مشترك صار، فهون الموظف هون بحكم الموظف العام. اذا قلت لك اسند او كلف بمهمه رسميه، هلا مثلا محكم ما له موظف ولكن اسند له مهمه رسميه، صفة هون بحكم الموظف. اما في القطاع الخاص البحث ما القانون ما تطرق لموضوع الرشوه، لانه هي امور خاصه، لانه هي امور خاصه بين الموظفين. بس هي صارت ثقافه حتى بالقطاع الخاص، في ناس نور يمكن مقتدرين ومعهم مصاري يتهادوا بين قوسين، يجيبوا هدايا لبعضهم، يعزموا بعضهم على مطاعم، يروحوا يجوا بغض النظر عن التسميه. وفي ناس جايه موظفه في قطاع خاص او عام، فعلا هي ما قدرت غير هالراتب 10 او 12 شهر يمشيها. النقطه اللي تفضلت فيها استاذ ورد هي ما تقول او قطاع خاص، شركة خاصة أنت عم ترشي، فالقانون ما تطرق لهذا الموضوع. لأنه ما أصاب ضرر لمصلحة عامة. تمام. الضرر ما أصيب لمصلحة عامة، الضرر أصيب لمصلحة خاصة ضمن منطقة خاصة، ما تطرق لها للمجتمع كلياته. بالختام أستاذ ما ضل غير نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمت لنا، يعطيك ألف عافية. شكراً لكم. شكراً كثير لك. يا أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم. وإن شاء الله هالثقافة، يعني ما بعرف اذا صار لازم نسميها ثقافه او حاله الرشوه تماما نخلص منها. الوازع الاخلاقي هو دائما، والقانون لا يصنع اخلاق، القانون هو سياج للاخلاق. صحيح. لازم ننتقل بقى لموضوع